صاحب الابكار الاذاعه المحليات الاصايل لنذكر بانطلاقه الفتره المسائيه بمشيئه الله وتوفيقه سوف تكون في تمام الساعه الثانيه من ظهيره هذا اليوم. اذا الرموز هناك بانتظار المساء، كما نهني سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم على فوز الشاهينية بالشوط الماضي، وأيضا مضمر فيصل بن طالب بشرم المري، وأيضا التوقيت الأفضل 9 دقائق 4 ثواني وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم على فوز الشاهينية، والتهانية موصولة لفيصل بن طالب بشرم مضمر القرن الذي قاد الشاهينية في الشوط الماضي. على بركة الله مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، أسير مباشرة إلى الصدارة وإلى مقدمة الشوط، واللي في الصدارة والمركز الأول من تاتينا هملولة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، محمد بن سعيد بن مروشد من يتواجد متعب المضمرين يقود هملولة في هذا الشوط، بينما المركز الثاني القادمة هناك مياسة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، سعيد بن عبيد الحميري يتابع أيضا انطلاقات مياسة. انتقل مباشرة الى المركز الثالث القادمة، هناك ايضا تهنية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، احمد بن سلطان بن رشيد ياتي هنا ويقدم هذا الاسم الكبير. إذن مشاهدين الأعزاء انتقل مباشرة إلى المركز الرابع القادمة هناك 500 متر النهاية جولة الأوامر، أيضا انتقلت الهدى إلى مقدمة الشوط، الهدى على الصدارة، الهدى على المركز الأول، ما شاء الله تبارك الله. تهانينا تهانينا والناموس لهجن الرئاسة وإلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الهيئة رئيس الدولة مالك هذه الهجن العملاقة والمؤسسة العملاقة مع هجن الرئاسة. تهانينا تهانينا والناموس والشكر موصول للمميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي لحظات وصول الهدى وانتزاعها لشوط الختام شوط المحليات الأصايل. تهانينا تهانينا والناموس لهجن الرئاسة، والثانية المبارك بن احمد بن مايد الخيالي لحظات الوصول عنوان ثانية لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان، والمركز الثالث اللي وصلت في ثالث المراكز ندى من هجن الرئاسة، رابعا هناك تهنية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، والمركز الخامس رشيدة لسمو الشيخ زايد بن المربى مكتوم المكتوم. هكذا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام التوقيت الزمني يؤكد ايضا كمبيوتر المرموم يقول بان التوقيت ايضا راح التوقيت بالفعل الهدى، ومش غريبه بالفعل التوقيت على هذا الشعار، الشعار الخطر شعار هجن الرئاسه. تهانينا تهانينا والناموس لهجن الرئاسه، نحن بانتظار التوقيت يا الهواري يا الهواري، روح سيده على الخط واعطينا التوقيت الافضل من خلال تواجد الخبراء سهيل بن غراب وعلي الجمري ليأكدوا بان التوقيت الافضل في هذه الفترة الصباحية، وأيضا محمد بن مية يؤكدون بأن التوقيت الأفضل. ما شاء الله 9 دقائق 3 ثواني و8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة، وتهنية لمبارك بن أحمد بن وايد الخيالي على هذا الفوز على هذا الانتصار لحظات الوصول، بينما المركز الثاني كانت عنوان لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان. تهانينا والناموس ايضا الثاني موصول لمحفوظ بن خميس النبي 9 دقائق 6 ثواني وجزئين من الثانيه. تهانينا والناموس على هذا الفوز، بينما المركز الثالث كانت ندى من هجن الرئاسه. تهانينا لهجن الرئاسه، والتهنئه ايضا موصوله لصالح بن سعيد بالعري المري. تهانينا والناموس للجميع. اذا 9 دقائق و9 ثواني 4 أجزاء من الثانيه، هكذا تأتي الهدة وتأتي بمفاجأة هذا الشوط بالتوقيت الأفضل. تهانينا تهانينا من الأعماق مقدمة لهجن الرئاسة وإلى مضمر هجن الرئاسة المميز مبارك بن أحمد بن وايد الخيلي. تهانينا والناموس. إذن مشاهدينا متابعينا الكرام